متابعينا الكرام يسعد اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون لو العالم انصت لك شو راح تحكي. تابعونا خلونا نشوف. يعطيك العافية أخي. أخي في أنا سؤال على اليوتيوب ممكن؟ تفضل. لو العالم أنصت لك دقيقة شو بتقول فيها؟ بقول لهم كفوا عن النفاق. كفوا عن النفاق. طبعا. يعطيك العافية عم. الله يعافيك. لو العالم أنصت لك دقيقة شو بتحكي؟ والله أولا وأخيرا العالم منافق. منافق. منافق جدا. مه. والناس كلها العالم كله الضعيف والمسلم. طيب. المسلم السني خاصة. طيب لو زوجتك انصتت لك شو تقول له؟ حبك. اوه. لو العالم انصت لك تمام شو بتحكي؟ والله لو العالم انصت لي بقول عليكم بالانصاف. بالانصاف. ما بين الحق والباطل. يكون منصفين. طيب لو زوجتك انصتت لك شو بتقول له؟ قول له عليك بتقوى الله. بس ما بتقول له ساتزوج عليك؟ لا ابدا. يعطيك العافيه. لو العالم انصت لك شو بتحكي؟ اقول له الله اكبر والعز لله. بس هيك لو زوجتك اعطيها روحي. اوه روحي يا روحي. حبيبي.